كتاب تمارين الطالب رياضيات صفحة 23. نكتب تاريخ اليوم، نكتب تاريخ اليوم، تاريخ اليوم هو 5/4 واليوم هو الاثنين. يلا كل كتب اليوم والتاريخ. يلا اليوم هو 5/4 لعام 2021. نبلش بحل الأسئلة الموجودة عندنا أمامنا في صفحة 23 الدرس الثامن، خطة حل المسألة اختيار العملية أخذناها المرة الماضية. نبلش بحل التمارين من عند ليلى. ليلى نعم، رح أقرأ لك السؤال. بحكي لك وزع خالد عددا من حبات الخوخ على إخوته الثلاث، فأعطى كل واحد منهم 4 حبات، كم حبة خوخ كانت مع خالد؟ أول إشي بدي أسألك، افتح الكاميرا يا عمس. مفتوحة مس، مش مفتوحة. أوكي هيك شفتك. هلا عنا وزع، لما أحكي لك وزع، ما العملية التي سوف أقوم بها؟ ضرب. وزع خالد عددا من حبات الخوخ على إخوته الثلاث، فأعطى كل منهم 4 حبات. فكم حبة خوخ كانت مع خالد؟ يلا ثلاثة في 4 يساوي 12. ثلاثة اللي هم عددهم، وأعطى كل واحد 4 ويساوي 12. برافو يا مس، برافو يا ليلى. 12 خوخة. كلي حل. غزل، يلا غزة بسؤال رقم 2. تشارك مجموعة من الأصدقاء 12 خرزة، فكان نصيب كل منهم 3 خرزات، فما عدد الأصدقاء؟ معش قسمة 3. طيب إذا بدي أعمل أول إشي قسمة، إذا بدي أحط دائرة على القسمة، شو بدي أكتب؟ 12. أها. 3 يساوي 4. يساوي 4. طيب غزل، بدي أتحقق من حلي، شو بدي أكتب؟ 4 ضرب 3 يساوي 12. 4 ضرب 3 يساوي 12. يا عيني عليك يا غزل. يلا كل حل. برافو يا مس. قل احل.
يلا يا ميرنا. ميرنا؟ نعم مس. سؤال رقم 3 بحكي: زرعت علا 15 شتلة بحيث وضعت كل 3 منها في وعاء، في وعاء، كم وعاء استعملت علا؟ يلا شو بدي العملية؟ 5. استني، ما هي العملية التي سوف أقوم بها؟ هل هي ضرب أم قسمة؟ تقسيم. قسمة، يعني بدي أحط دائرة على القسمة. يلا شو بدي أكتب؟ 15 قسمة 3 يساوي 5. يساوي 5. تحققي لي من الحل يا مس. خمسة في 3 يساوي 15. 5 ضرب 3 يساوي 15. يا عيني عليك يا ميرنا. برافو يا مس، كل حل. مريم؟ نعم مس. سؤال رقم 4: لدى زينة 4 أحواض من السمك، في كل منها 3 سمكات، كم سمكة لدى زينة؟ شو العملية اللي بدي أقوم فيها؟ ضرب. برافو. يلا شو بدي أكتب؟ 4 ضرب 3 12. يا عيني عليك يا مس، برافو عليك يا مريم، الكل حل. كل حال طيب، وصل الدور عند مالك. نعم مس. يلا يا مالك، صورة أمامك، شو بتحكي؟ مع أحمد 50 كرة زجاجية ويريد أن يعطي لكل صديق له 10 كرات زجاجية، فكم عدد أصدقاء أحمد؟ 50 50 قسمة 10. إذن أنت حكيت لي قسمة صح؟ إذن 50 تقسيم 10 كم يعطيني؟ 10 5. خمسة. مالك سامعني؟ أمس. 50 تقسيم 10 كم حكيت؟ 5. برافو يا مس. ساوي 5. برافو يا مس. ننتقل للسؤال اللي بعده.
كندا مش موجودة. فيصل نعم بحكي لك إذا وفرت كل أسبوع من مصروفك 3 دنانير كم ستوفر في 6 أسابيع؟ شو بدي أعمل؟ أضرب ولا أقسم؟ طيب يلا شو بدي أكتب؟ 3 ضرب 6 كم يعطيني؟ 3 ضرب 6 كم يا فيصل؟ 6. مريم سكري المايك. يعطيك 18. برافو. ننتقل لعمر. عمر نعم مس نعم. 24 تقسيم 4 كم يعطيني؟ 24 تقسيم 4 24 تقسيم شو في اشي بضرب 4 بعطيني 24 شو في اشي بضربه ب4 بعطيك 6 برافو يا عمر يلا يا سيلينا الطرمان سيلينا الطرمان سيلينا الصناع نعم مس 36 تقسيم 4 كم يعطيني؟ 9 برافو يا من 9 ساري نعم مس 16 تقسيم 2 كم يعطيني؟ بس ايش ما سمعت 16 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 2 شو في اشي بضربه ب2 بعطيني 16 ثمانية احكي ثمانية ممتاز يلا يا جنى نعم نس 25 تقسيم 5 كم يعطيني؟ يعطينا 5 يا عيني عليكي جاسم نعم نس 27 تقسيم 3 كم يعطيني؟ 9 برافو تيا تيا سامعيتني نعم مس 12 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 6 برافو يا مس أسيل نعم مس 20 تقسيم 4 كم يعطيني؟ 4 20 تقسيم 4 5 برافو أندرو
نعم مس. 24 تقسيم 3 كم يعطيني؟ 8. برافو برافو يا مس. أوس موجود؟ طيب نرجع لليلى. ليلى نعم مس. يلا يا ليلى ووزع اثنينات ثم اكتب جملة القسمة. طلعي لي على اللمبات الموجودة عندنا، كم مجموعهم الكلي؟ 8. تأكدي منيح يا مس. كم مجموعهم هدول كلهم اللمبات؟ 6. 1 2 3 4 5 6. إذا الستة على إيش بدي أقسمها؟ 2. 6 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 3. يا عيني عليكي. غزل؟ غزل؟ نعم مس. كم عندك مجموع الأقلام الموجودة أمامك؟ 4. يلا يا غزل، كم عدد الأقلام الموجودة؟ 8. يلا 8 عايش بدي أقسمها؟ 4. أنا طالبة أوزع اثنينات، يعني على إيش بدي أقسمها؟ على 2. 8 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 4. برافو يا مس شاطرة. يلا يا ميدنا. نعم مس. عندك كم هون صورة؟ واثنين. 2 بدي اقسمها على كم؟ 2. 2 تقسيم 2 كم يعطيني يا ميرنا؟ 1. برافو يا مس. يلا يا مريم. مريم؟ نعم مس. كم عدد الطاولات نعم. امامنا؟ 8. كم عدد الطابات الموجودة أمامك على الشاشة؟ 2. عديهم الطابات يا مس، مجموعهم الكلي. 10. 10. 10 على كم بدي أقسمها؟ 10 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 5. برافو يا مس. مالك؟ مس. 10 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 5. برافو يا مالك. فيصل؟ نعم. 8 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 4. برافو يا فيصل شطور. عمر؟ 4. عمر؟ 4 مس. نعم مس. 4 تقسيم 2 كم يا عمر؟ ايش مس؟ ما سمعتك. 4 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 4 تقسيم 4 تقسيم 8 مس. كيف 8؟ شوفي ايش بضرب 4. عمر 4 تقسيم
تقسيم اثنين كم يعطيني؟ شو في اشي بضرب اثنين بعطيني اربعة؟ الاثنين مس؟ مس اربعة ثمانية تقسيم اثنين اربعة تقسيم اثنين، شو في اشي بضرب اثنين بعطيني اربعة؟ يلا يا عمر شوفي اشي بضرب اثنين بعطيني اربعة سهلة. اثنين 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 ضرب اثنين يساوي اربعة. ركز يا عمر. سيلين الصناع. نعم. معطيتك فراغ قسم السنين يساوي 3. هلا انا حكيت لكم في اشارة القسم لما تكون الاعداد قريبة زي هيك شو بعمل حتى اطلع الجواب هون؟ بضرب. يلا اضربي لي 2 ضرب 3. 2 ضرب 3. 2 ضرب 3 كم يا مس؟ 6. 6. سيلين الطرمان موجودة؟ نعم مس موجودة. بدك فراغ قسم التنين يساوي 1 لما يكونوا قراب لبعض حتى اطلع الرقم. مس عادي ترجعي عيدي. قسم فراغ قسم التنين يساوي 1 لما يكونوا قراب. 2 2 يا مس. ساري ساري. نعم مس. ساري 2 تقسيم 2 كم يعطيني؟ 1. برافو يا مس. برافو يا مس. هيك بنكون عملنا مراجعة سريعة. افتحوا لي المايكات. هلا البنادي عليه يفتح لي الكاميرا. يلا اندرو اندرو امس اندرو افتح الكاميرا. اندرو 4 ضرب 3 كم يعطيني؟ 4 المايك. 4 ضرب 3 12. 4 ضرب 2 8. 3 ضرب 5 3 ضرب 5 15. برافو يا أندرو. أوس مش موجود. أسيل أسيل. نعم مس. فتحي لي الكاميرا. يلا أسيل 3 ضرب 1 3. 5 ضرب 2 10. 5 ضرب 5 25. 2 ضرب 4 8. برافو يا أسيل. سيا أمس. سيا 2 ضرب 5 10. 9 ضرب 5
تسعة ضرب خمسة خمسة وأربعين. ستة ضرب خمسة. افتح الكم مايك. ستة ضرب خمسة. سيا احفظي لي جداول الضرب يا ناس. احفظي لي جداول الضرب. صرنا بدنا نخلص القسمة وبعدنا محافظين جداول الضرب. عمر افتح لي المايك. نعم. ستة ضرب خمسة. ستة ضرب خمسة. ستة ضرب خمسة. خمسة. ثلاثين. ثلاثين. تسعة ضرب خمسة. تسعة ضرب خمسة. تسعة ضرب خمسة. خمسة وأربعين. عمر بدنا نحفظ جداول الضرب يا عمر. عمر بدنا نحفظ جداول. مس ما عم بتجاوبني. بدنا نحفظ جداول الضرب كل يوم بدنا نحفظهم لأنه هي خلصنا وحدة القسمة. المفروض نكون خلصنا جداول الضرب وحفظناهم. نحفظ جداول الضرب.